وللمزيد معنا مباشرة من بني سويف كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية ضعنا في الصورة لديك، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل أنا الآن متواجد في قرية سيتس، هذه القرية الخاصة بمحافظة بني سويف. تحدثنا خلال يعني الساعات الماضية مع المواطنين هنا وتحدثنا عن هذه الخدمات، كيف ساعدتهم بشكل عام في حياتهم الطبيعية، وما أيضا الخدمات التي توفرت من بعد هذه الافتتاحات من السيد رئيس الجمهورية. تحدث الكثير عن يعني امتنانهم لهذه التطورات التي حدثت في قرية سيتس، خصوصا من تجهيزات للطرق العامة والطرق الرئيسية وتطويرات للبنية التحتية. أيضا أشادوا بما فعلته حياة كريمة خلال الفترة السابقة، ومن أهم هذه الأشياء هو هذا المبنى الخاص بمجمع خدمات المواطنين، حيث يتوفر به عدد كبير من الخدمات، منها الشهر العقاري، ومنها استخراج البطاقات الشخصية، وأيضا تجديد الرخص ودفع المخالفات. عدد كبير من الخدمات يتم داخل هذا المبنى الذي كان من قبل يبعد تقريبا 5 كيلومترات أو أكثر عن قاطني هذه المنطقة، الآن يبعد أمتار قليلة فقط، ربما 10 أمتار فقط أو 20 مترا فقط من البنايات التي يسكنون بها. هذه نقطة. أيضا أشادوا كثيرا أو أعربوا عن سعادتهم بوجود نقطة إطفاء ونقطة شرطة قريبة أيضا منهم، خصوصا أن هذه الأزمات كانت عندما تحدث من قبل حسب أيضا تعبيرهم كانت تأخذ وقت كثير وكبير حتى تستطع هذه القوات المختلفة، سواء قوات الحماية المدنية أو حتى قوات الشرطية، الوصول لهذه المناطق. لذلك وجود هذه النقاط داخل هذه المنطقة أيضا أضافت لهم جزء كبير من الإحساس بالأمن والأمان داخل قرية سيتس بمحافظة بني سويف. أيضا أشاد الكثير بهذه المباني الخاصة، المباني السكنية التي تم تجديدها أيضا، وتم تجديد واجهاتها أيضا ضمن مبادرة حياة كريمة. ولكن لم تقتصر هذه الإشادات فقط على قرية سيتس، ولكن أيضا في اليوم يعني عبرنا على عدة نقاط، منها الجامعة الأهلية بني سويف، جامعة بني سويف الأهلية، والتي وفرت عدد كبير من الكليات والبرامج الدراسية المختلفة لقاطني بني سويف، وأيضا عدد من المحافظات المجاورة مثل الفيوم والمنيا، وأيضا هناك من يأتي إليها من أسيوط. وتعتمد هذه الجامعات على عدد كبير من الكليات الخاصة بالتطور، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، عدد كبير من البرامج التي تصل بشكل مباشر بتطورات الأرض، تطورات على الأرض والأمر الواقع، وهو بالطبع التكنولوجيا الحديثة. لذلك هذه الكليات أو هذه البرامج الآن مرتبطة بالتطور التكنولوجي والرقمنة الجديدة بشكل عام. كانت هناك إشادات كبيرة من الطلاب الذين بالفعل متواجدين داخل هذه الكلية، هي بدأت منذ عام، واليوم هو الافتتاح الرسمي لهذه الجامعة. أيضا بجانب ذلك كان هناك افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستشفى إهنسيا التخصصي، هذه المستشفى التي تخدم عدد كبير جدا من القرى داخل هذا المركز بمحافظة بني سويف، وأيضا قوة استيعابية كبيرة لهذه المستشفى تصل ل 174 سريرا، أكثر من 30 سريرا للغسيل الكلوي، وأيضا عدد كبير من الحضانات، أكثر من 10 حضانات داخل هذه المستشفى، بالإضافة لعدد من أسرة الخاصة بسرائر الإفاقة والعناية المركزة لخدمة أهالي محافظة بني سويف بشكل أساسي، وأيضا محافظات المجاورة بشكل عام. هذه يعني ربما آراء المواطنين الذين حضروا هذه التطويرات التي حضرت. نعم، وهذا هو كل ما يهم، هو انطباع المواطنين على أرض الواقع جراء هذه التطورات وهذه الافتتاحات وهذه الخدمات، وتحديدا مجمعات الخدمات التي أشرت إليها زميلي كريم بيبرس. كنت معنا مباشرة من بني سويف، شكرا جزيلا لك.